أيد البرلمان الروماني بالإجماع مقترحاً رئاسياً لإجراء استفتاء وطني على إصلاحات لمكافحة الفساد بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الحكومة على إلغاء مرسوم مثير للجدل. ويفترض أن يحدد الرئيس يوهانس كلاوس الزعيم السابق لتيار يمين الوسط المعارض صيغة السؤال الذي سيطرح في الاستفتاء ويضع إطاراً زمنياً لإجرائه. وشهدت البلاد مظاهرات حاشدة خلال الأسبوعين الماضيين ضد المرسوم الحكومي الذي يخفف العقوبة على الموظفين والمسؤولين الفاسدين ويضع حداً أدناً مرتفعاً للمبالغ التي يلاحقها القضاء في قضايا الفساد. ورغم استقالة وزير العدل وإلغاء المرسوم الحكومي تتواصل الاحتجاجات في المدن الرومانية التي تطالب بإقالة الحكومة.